الثاني بعد اخبار النادي الاهلي. استاذ احمد السيد، السلام عليكم. استاذ احمد السيد، السلام عليكم. احمد، ايوه استاذ احمد السيد، السلام عليكم. عليكم السلام، بحييك يا استاذ عبد الناصر، اهلا بيك وبرحب بيك وبرحب بكل اللي بيتابعوك في كل مكان. الى اخبار النادي الاهلي، وكالعاده ملف احمد فتحي هو الملف صاحب الاسئله الكبيره كل يوم. طبعا جماهير النادي الاهلي ما بين مؤيد وما بين معارض، احمد فتحي محتار، واحمد فتحي موقفه غير محدد حتى هذه اللحظه، ويمكن يعني احمد فتحي نفسه لا يعلم ما هو مصيره، يعني بعد الاعلان عن عدم تجديد تعاقده مع النادي الاهلي واتفاق مبدئي مع بيراميدز، ثم الكلام كل الاحاديث حول انسحاب بيراميدز من الصفقه، فيبقى موقف احمد فتحي محير لكل متابع الرياضه المصريه، مش بس الاهلي ولا الزمالك ولا حتى بيراميدز. ولكن خلينا نقول يعني يمكن جماهير النادي الاهلي البعض منها بيؤيد ان احمد فتحي ما فيش مشكله، اذا موجود يتم التجديد ليه، وبيقدر النادي الاهلي، ولاعب بذل يعني العديد من اخذ العديد من البطولات، وكان لا يبخل عن الاهلي باي جهد في الوقت اللي فيه بعض جماهير النادي الاهلي يعني تطالب، طالما هو من وجهه نظرهم رفض التجديد وذهب وبحث عن المال يتم عدم التجديد ليه. وبالتالي موقف احمد فتحي ما زال يعني يحيط به الغموض، ما فيش اي رد فعل رسمي عن النادي الاهلي بخصوص موقف احمد فتحي. الرد الفعل الرسمي توجيه الشكر ليه نهايته مع نهايه هذا الموسم، لما احمد فتحي اعلن عدم موافقته عن قبول عرض النادي الاهلي والتجديد ليه. طبعا ملف غامض شائد، لكن احمد فتحي ابتدى يتحرك اكيد، بيشوف بعض العروض الاحترافيه، بيبدا يفوه لنفسه علشان يشوف لو تهزم موقف انضمامه لبيراميدز يبقى عنده اكتر من حل، وان كان معلوماتي هو بيفضل البقاء داخل النادي الاهلي، لانه يعني اكيد سعيد بتواجده داخل النادي الاهلي، ولولا العرض المالي المغري من بيراميدز ما كانش فكر في هذا العرض. خلينا نتابع الاحداث مع حضرتك اول باول، لكن ملف احمد فتحي اعتقد هيبقى فيه العديد من المفاجات خلال الايام القادمه. حسام عاشور، حسام عاشور لا جديد تحت الماء، مثلما دايما بنقول يوميا حسام عاشور لم يعلن موقفه، ويمكن كنت انا كلمته يعني اكد ان هو مش مستعجل ياخد القرار، هو بيقول انا يعني هو مستغرب الناس مستنيه القرار ده، هذا الاستعجال ليه؟ احنا لسه في نص الموسم ولسه لم يتحدد مصير الدوري العام، ولسه هيستكمل هذا الموسم مع النادي الاهلي وهو ما زال لاعبا في النادي الاهلي، وبالتالي هو مش عايز ياخد قرار ربما يندم عليه بعد يعني وقت، يعني مش مستعجل، مش عايز ياخد قرار دلوقتي، ممكن مع عوده النشاط الرياضي الموضوع يختلف، وبالتالي هو متمهل في قراره جدا، بيستمع لبعض المقربين ليه، ولكن جماهير النادي الاهلي اكيد بتطالب عاشور بتحديد موقفه عشان يكون الموضوع واضح يعني. طيب ماذا لديك من اخبار اخرى في ملف النادي الاهلي؟ خلينا نقول يعني كان في كلام على رحيل علي لطفي والتعلي وراء تواجد حارس مرمى جديد في النادي الاهلي، ولكن المعلومه المؤكده بان الجهاز الفني للنادي الاهلي لا يسعى لضم اي حارس جديد، يتواجد الشناوي، يتواجد علي لطفي، يتواجد مصطفى شوبير بالاضافه لمجموعه من الحراس الصاعدين، ايضا كمان علي لطفي بينفي لينا بشكل شخصي نيته الرحيل عن النادي الاهلي، هو متواجد كحارس موجود حارس مرمى النادي الاهلي، هيبقى ترتيبه كده الثاني، وبالتالي هو عنده فرصه للتواجد والمشاركه، وبالتالي هو مركز بالتواجد داخل النادي الاهلي والاستمرار مع النادي الاهلي. في نفس الوقت الاهلي كمان بينفي التفاوض يعني مع عبد الرحمن مجدي لاعب الاسماعيلي، يمكن تردد اسمه في التوقيتات الاخيره على اعتبار انه لاعب مميز ولاعب في المنتخب الاولمبي، ولكن الاهلي بينفي رسميا التفاوض مع عبد الرحمن مجدي، نفس القصه علاء مهاوي لاعب الشرطه العراقي تم ترديد اسمه، ولكن احنا اتفقنا ان هي اسماء كتير بيتم ترديدها الايام القادمه، سواء يعني كبديل لاحمد فتحي او بديل لرمضان صبحي. واحنا اتكلمنا ان لجنه التخطيط ابتدت تتحرك في مركز الظهير الايمن، في نفس الوقت بتتحرك في مركز الجناح، ان يعني تحسبا وبشكل كبير رمضان صبحي ربما لن يتواجد مع النادي الاهلي الموسم القادم بسبب الصعوبه في تجديد يعني اعارته، لان هيكون في مغالاه من هيدرسفيلد الانجليزي، كمان بالاضافه ان اللاعب بصفه شخصيه اعلن عن نيته ان هو العوده من جديد لاوروبا،
هو كان شايف ان تواجده في النادي الاهلي لفتره مؤقته يقدر يحقق بطوله افريقيا ويقدر يحقق حلم جماهير النادي الاهلي، لكن في نفس الوقت هو اكيد عايز يرجع تاني ويرجع للدوري الاوروبي حتى لو مش الدوري الانجليزي، ربما يجد له فرصه في اي نادي اخر في الدوريات الاوروبيه. برضو عندنا من ضمن الاخبار يعني يمكن النادي الاهلي بينفي ايضا موضوع وليد ازارو، لان الموضوع تم ترديد بتصريحات على لجنه التخطيط بانها تستعجل فايلر في تحديد موقف وليد ازارو، ولكن يعني لرد رسمي لجانا من النادي الاهلي هذا الخبر عالي تماما من الصحه، وان النادي الاهلي يعني ما فيش استعجال، خصوصا زي ما انا بقول احنا في منتصف الموسم، وفي نفس الوقت يعني الاهلي ايضا مش عايز ياخد قرارات غير لما يكون رؤيه فنيه لمستر فايلر هو اللي بيتحرك فيها. لكن طبعا في كلام من بعيد على صفقه اسامه جلال مدافع عندي، لعيب مميز مواليد 77 22 سنه ولد مميز جدا، ف يعني اتفاق مبدئي مع اللاعب، طبعا اكيد هيكون في اتفاق مع نادي، لكن حضرتك طبعا متابع ان اسامه جلال كان من احد المرشحين بقوه للانضمام للاهلي في بدايه الموسم، ولكن يعني الامور لم تنتهي، فهيكون في طلب من مستر فايلر خلال الفترات القادمه عوده النشاط، تحديد المراكز اللي محتاج تدعيمها، وفي حال التواجد مدافع هيكون اسامه جلال هو اكثر يعني المرشحين للانضمام بقوه، واللاعب بيوحد بهذا العرض تماما ما فيش اي مشكله. برضو من ضمن الاخبار عندنا يعني مستر فايلر مقسم الاحمال التدريبيه للعيبه بتعملها في منازلها على فترات يعني على فترتين في اليوم، وبيطالب بجهاز الاحمال بمتابعه هذه التدريبات مع اللعيبه يعني تخوفا من يكون في اوزان زياده، تخوفا من ان يكون بعض اللعيبه مش ملتزمه بهذه التدريبات، وكان طبعا التخوف الاكثر هو دوله ابطال افريقيا، ولكن خلاص خلال ساعات ويمكن يعني معلوماتنا ان الكاف تم صدور قرار بتاجيل مباراه دوري ابطال افريقيا والكونفدراليه لاجل غير مسمى، ده خبر بننفرد بيه مع حضرتك، تأجيل دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية لأجل غير مسمى، وهيتم تحديد الميعاد ربما خلال الأيام القادمة وفقا للمستجدات الأحداث ومستجدات فيروس كورونا، لكن خلاص التأجيل تم الاتفاق عليه من قبل اللجنة التنفيذية في الكاس. في نفس الوقت مستر فايلر يعني التواصل مع عائلته وأسرته في سويسرا ويعني مقيم في مصر، وزي ما اتكلمنا قبل كده رفض مغادرة مصر وفقا لتصريحات وحوار مع سفارة سويسرا، وأكد أنه سعيد بالتواجد في مصر وأن الأمور الصحية على ما يرام، وكمان الجهاز الفني للنادي الأهلي يعني عملوا لفتة طيبة جدا يعني سواء يانكو ميشيل ولا فايلر ولا حتى سامي عصام المصري وكابتن سيد عبد الحفيظ، كلهم وجهوا شكر لوزارة الصحة المصرية على دورها اللي بتعمله والإجراءات الاحترازية الجيدة للحد من انتشار فيروس كورونا، خصوصا لما الموضوع يجي من أجانب وناس مهتمية بالرياضة ومقيمين مصر أكيد الأمور يعني بتفرق بشكل مميز جدا. في نفس الوقت كان في اتصالات ما بين النادي الأهلي وما بين أعضاء اللجنة المؤقتة لجهاز الكورة علشان الأهلي يؤكد رغبته في عدم نية إلغاء الدوري العام واستكمال الدوري العام، وأيضا يعني التأكيد على أهمية استكمال الدوري العام بما أن المصلحة العامة تقتضي عودة الدوري العام، ولكن في التوقيتات المحددة ووفقا لما تتعلن عنه فيما بعد وزارة الشباب والرياضة واللجنة المؤقتة، وطبعا كل الأمور بتدار بشكل مميز جدا من ناحية هذا الملف، وإحنا اتكلمنا وقلنا إن عودة النشاط الرياضي النهاردة الفرق في الدوري الألماني ابتدت تتمرن، يعني ابتدى اتحاد الكوره الالماني يسمح للفرق في الدوري الالماني انها تبدا يكون في تدريبات ليها، ولكن يكون مش الفريق كله متجمع في وقت واحد، يكون في مسافات على بعد يعني اللعيبه ما تكونش قريبه من بعضها، يكون بيبتدوا بعض الجلافز ويكون في احتياطات احترازيه، فالبعض ابتدى خلاص رويدا رويدا يرجع للتدريبات، ففي الدوري الالماني يعني بارقة امل، فاحنا ان شاء الله عندنا امل الامور تبقى احسن واحسن، وباذن الله كمان يعني النشاط الرياضي يرجع والامور تبقى افضل وافضل. النادي الاهلي ايضا يؤكد ان هو لا تراجع ولا استسلام في ملف عقوبه كوليبالي المليون و400 الف دولار، ويعني معلومات ان المحامي السويسري مونتيري ربما
تحدث مع الفيفا في هذا الملف، وخلال ساعات ربما يشهد الموضوع جديد في الوقت اللي الصحف التونسية فيه أكدت على رفض النادي الأهلي يعني جدولة المبلغ من جديد. زي ما حضرتك عارف النجم الساحلي التونسي مطالب بالسداد $400,000 كان على سنة ونص، لم يسدد أي أقساط، وبيطالب الأهلي بجدولة المبلغ مرة أخرى، ولكن النادي الأهلي مش هيسيب حقه، خصوصا النجم الساحلي التونسي يعني تقاعس عن سداد هذه الأموال. في نفس الوقت برضه مجلس إدارة النادي الأهلي هيكون في اجتماع بالفيديو كونفرنس في منتصف هذا الشهر الحالي، منتصف إبريل، لما كان في اجتماع في نهاية شهر مارس، وأيضا هيكون في اجتماع في منتصف إبريل لمتابعة كل الأمور وكل المستجدات. أيضا كمان عندنا خبر إن في محاولة يعني ربما يكون تغيير في قطاع الناشئين في النادي الأهلي، إضافة بعض العناصر، وأيضا الاستعانة ببعض الكوادر من أجل تدعيم هذا القطاع. ورؤية الكابتن محمود الخطيب أن يكون في تنسيق بشكل كامل ما بين مستر فايلر والكابتن فتحي مبروك مدير قطاع الناشئين علشان الاستفادة بهذا القطاع، قطاع الناشئين، أن ربما يرى البعض بأنه غير مستثمر وغير مستفاد به بشكل مميز، في أكثر من لاعب وأكثر من عنصر موجودين، ولكن يمكن الفريق الأول مع ضغط المباريات ما فيش استفادة به بالشكل الأكمل. لكن النادي الأهلي ورؤية فنية لمجلس إدارة النادي الأهلي أن يكون في تنسيق بشكل مميز مع الجهاز الفني. أخيرا برضو يعني يمكن معلوماتي أن ربما خلال الساعات القادمة أو الأيام القادمة البسيطة يكون الإعلان عن الاتفاق بتاع شركة السادات وانتقال يعني حق الانتفاع لشركة ملعب السلام وبالاتفاق مع شركة السادات للنادي الأهلي، ويمكن الأمر ده يكون مميز لجماهير النادي الأهلي، والنادي الأهلي بينتظر هذا الوضع الجيد بشكل مميز جدا. ولكن يعني في بعض الأمور التعاقبية بيتم صياغة بعض الأمور، ولكن كابتن محمود الخطيب عايز ياخد إجراءات في هذا الملف من أجل يعني يتعدى كل جماهير النادي الأهلي في هذا أفضل.